مصالح مصر في ليبيا أكبر من مصالح أي بلد أخرى في العالم، فيجب أن نفهم أن مصر تهتم كثيراً بالاستقرار في ليبيا، وذلك للامتداد الحدودي المشترك بين البلدين. ويجب أن نفهم أيضاً أن لكل بلد الحق في الدفاع عن أمنها، والإرهاب مشكلة كبيرة خصوصاً حينما يكون على الحدود، فستضطر البلد للحرب حينها. ومفتاح النجاح هو تقوية المؤسسات الأمنية وليس فقط محاربة المتمردين. هناك أيضاً الدعم الاقتصادي والشراكات الاقتصادية ودعم المساواة في توزيع الأجور، كما أننا أيضاً تعاوننا مع الأطراف المعنية كمصر وبلدان الشرق الأوسط. وأعتقد أن مصر والولايات المتحدة تتعاونان في هذا الصدد بشكل كبير. وهناك قضية أخرى أيضاً، وهي انتقال الليبيين إلى مصر سواء بحثاً عن الرزق أو لإدارة الأعمال. وفي نهاية المطاف على الحكومة الليبية أن تكون قادرة على إدارة بلادها. وأكرر أننا نتعاون مع مصر بهذا الصدد، فأنا تقابلت مع وزير الخارجية المصري وتباحثنا في هذا الأمر، وأوضحنا لهم أننا نريد المساعدة ولكن الوضع معقد هناك جداً.